يعني سابق بين قوى السياسية الكردستانية بصورة عامة، بس علينا أن نفرق بين طبيعة الوظيفة الفخامة الرئيس البارزاني عن طبيعة الوظيفة الفخامة الرئيس طالباني. بكل تأكيد فخامة الرئيس طالباني هو الراعي الدستوري العراقي ورئيس الجمهورية، يقف مسافة واحدة إذا كافت الكتل السياسية. أما بخصوص فخامة الرئيس البارزاني، هو رئيس الإقليم كردستان يعبر عن إرادة شعبنا الكردستاني. إشكالية أو هنالك التباس أو تفسيرات أو تأويلات حول هذا الموضوع. أما بصدد الخطاب الموحد، نعم إلى حد ما هنالك تطابق في الرؤى بين قوى السياسية الكردية لإزاء الخلافات أو معالجة الخلافات بين القوى السياسية العراقية بصورة عامة. مشكلة الأساسية في العراق ليس مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم كردستان، هنالك مشكلة سياسية عميقة علينا إيجاد آلية لحل حالة القضاء الخلافية، ليس بالتصريحات ونمدح الآخرين. يعني نحن علينا إيجاد آلية لحل حالة القضايا الخلافية.